وانتم منهم يا انس ما فيه مثلك في القناة، انت غير وفقرتك والله غير، انهم فقرة تشد الانتباه، عندك انت يصير تحديد المصير. بالنقاط وكل واحد واخويا. السلام عليكم، سعد الله مساكم. اسعد شيك بلي متاخرين يا اخي. نبدا انا متاخرين. اشو انت جاي السكن؟ حنا من اربع، انا هنا من اربع. وليش جاي ذحين؟ ها ليش جاي؟ لا يلا بنبدا، تاخرنا يا شباب. يلا قوموا يا ريجي. انس في اتصالات تكفى. ما شاء الله عندك. هذا كلها جحا. هنوم هنوم هنوم. باردة ولا زين؟ لا زين. عقب يا متع. مشروبتهم فنجيلهم من ذا الحين. ايوه ابعدي. هذا فرننا. ها؟ فرننا هذا. هذا فرننا. يلا. نبدا احمد. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم هذا اليوم في فقرة هنهم معي عبد الله العلياني ومحسن السبيعي وفؤاد ومتعب الرقعان. اللي حاب يتصل ويهدي نجمة 50 نقطة أرقام ظاهرة أمامكم على الشاشة، واللي حاب يسأل فالتاج، التاج موجود. اليوم عندنا كبسة دجاج مندي، شرط يسووا لي مندي، ما سووا مندي الله يخالف عليهم. مندي ايش هو؟ عسى ربي يوفقنا وياكم التوفيق الطيب اعزائي المشاهدين، خلكم معنا وان شاء الله انا فقره خفيفه لطيفه نستمتع احنا وياكم فيها باذن الله. علومكم حيسن خير جاك خير. يلا راح اجيب ما في لسكي واحد. اوكي اجيب قدر لك انا. يلا لا 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 ما في لسكي واحد. لا في سكين ثاني. وين راح؟ وينها؟ كيفكم صلوا انفسكم. اكيد اخذ ابو عبد العزيز معه. هذا ما بسكين. يلا بطلنا دعابه معك عشان ما ابوز عليه وطلعها. ليه؟ صراحه مريض انا في عقلي. انت فزعي اخر عمري. يلا ما تدري يمكنني حالف من الحظ كنا غلط في المدرسه. انتوا قهوه ما تعرفون تسوونها قهوه. امي هات هات القطعات. ابو محمد طارد هات 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 الغلايه يعني الغلايه. يعني علومكم يا الربع. الله يسلم عساكم طيبين خير. من الله قريبين. بغلاي مال هديلي. ها بغلاي ايش فيها؟ تضيعون تجون فقط تدورونها. انا عبى ماء وحطاني. ايه تكفى متى ابي الدجاج فيها. خل هذا الحين عبها. قلت ابي الدجاج فيها ولا يسترع يعني نحط الدجاج في ايش اسمه بسرعه بسرعه. دقيقه عدل عدل العين هذه عبوه. علومكم يا الربع. الله يسلم عساكم طيبين خير. من الله قريبين منيحين. الله يجعل الله يجعل شكرا الله الحمد لله. محيسن علومك بخير. الاسبوع ذا معك عبد الله العلياني يا محيسن، والشعور طال عمرك. شعوري شعوري لا يوصف صراحه. الحمد لله سعيد سعيد سعيد. تنافس على الأول ولا به مجامل. ما هي بأي شاشة ما هي بأي شاشة، هذا الصدق والواقع ما هي بأي شاشة. عشق المراجل عشق المراجل، ولو إنها تتعبنا عشق المراجل.
مواقف وخوة ومن شاب ضوة دعا ربعها الغالين من شاب ضوة قسمكم هناك يلا هناك مات من قبل لا حد بغيت شبابه مات من قبل لا يسعد بغيت شبابه عند قبره تراني حاجز اللي محلوي قول ما في سكين ولو يا فؤاد ولو ولو يا فؤاد مني ما فيه فؤاد غني فؤاد رايح يا ناس عاد يوصل خمر اه ولا انا اذر ثقه عمي يا في عبد الله تعال تعال صاحب لي وشو تعال عاوي اتم اتم نجي الرمل الابيض هذا هذا بودره ليش ترى الله بيضه؟ بودره هذه فاصل بيننا فاصل بيننا وبينك يلا يلا فاصل فاصل بيننا وبينكم طيب اصبر هذا قسمنا وهذا قسمكم ما تدخل في قسمنا يلا يلا ما تدخل اكبس اكبس والله لا افتح راسك تعال تعال افتح راسي تعال يلا هك هك يا مسلم طلع الواحد انا قطع البصل صدق جبت لي فكره في المطبخ الجاي شوف يكون في فاصل ما حد يتجاوزه هذا فصل فريق ذا هذا فصل فاصل فريقنا متى برقعان يعني الشاب عنادني ولا وش اذا هذا علمنا يعني مش متى برقعان عنادي اذا عناد علمنا مش عنا كلنا ها وشي هنا قطع هنا قطع قطع هنا فوق الفرن لا مو فوق هي قطع هنا مكان القدر والدجاج دي فين هابه حط القدر هنا هذا فوق الغاز قدر عط جيب الغاز عب المساحه حق تعال تشوف عارف مساحتي مصغره ها هو دفع اكثر قصي ايش اسمه هاي الله لا جيت تبغى تاخذ ماء والله لك كسر رجلي اي وش يبغى ماء اي والله ولا تبغى الغلايه شيء عنده بحلي هذه مغسلتنا ودي مغسلتكم حبيبي ما تجي ها انت حاط لك خط انت يا جحام الرسم لك خط يعني هذا الله حلو تعديت تكسر رجلي ايوه اكسرها تكسر رجلي اكسرها تكسير كلام اكيد كلام اكيد لا يلا غسل يدي ما عليه سمع ما شيء غسلت يدي يلا كسر رجلي ما كملت كسر كذا المره دي والله ما يبيض وجهك والله ما ادري احترم الناس والله الله يرفع قدرك يا حبيبي طول شكرا لك يا حبيبي الدجاج الماء هذا الدجاج هني حب الدجاج الماء خلاص عاد واد ما والله ما يمزح يعني عليه طفل غيرك كان اشطر غيرك كان اشطر تكفى اخاف لا 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 بدون طمر ما تبي مندي مندي اسم الله لا فؤاد لا فؤاد لا يا فؤاد لا فؤاد
الصدى معك سمعني شيء زين. ايه الو شخص انا غن حل الفراق وخاطري منه ما طاب وانا اطريح الحب لا خذ ولا جيب واقول يا دار الوفا وين الاحباب احباب قلب اللي جروحه مع طيب يرجيها وهو واقف الله على الباب هواه شرق ونيته بالتغاريب فطري عافت المسرى وعافت مسيري لين حطيت الله صح صوتك عبد الله سعيد صح بدك دي حق دي هنا ايش حق هذا هنا ايش هو الو ليكون جيبوا لي رب اسالك بالله عشان تدري انه يدور مشاكل انس هلا عشان تدري انه يدور مشاكل واني اسكت واتغاضى واسكت وبعطيه بالاخير بوكس يهل سنونه هو شو يبي قدر دي خربان صح انت تدري تدري فك 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 قدر هذا خربان كيفك دق ابراهيم الحسين سلام مطبخي حلالي ولا حلال اسئلتك كثير يا متعب ولد اللي حاطين بيني وبينكم حد باب اخذ الزيت الزيت تاخذ ايش الزيت استلم منه ويجيك كفى يا محسن ايوه بلا في شكلك ها معك لا تصب كله مشكله متعافين منه ناس ما تجلب العيل الحمراء هذه رسالة إلى الصاعق فؤاد عبد الله. حلو. شلتيه ولا حد يقرب منه يا صاعق. ليون الزرق لبيه. ارجع ارجع ارجع. أبدعت وتميزت وأصبحت الرقم الصعب. فخورين فيك على ما قدمته دائما. أقوتنا فيك كبيرة وكل يوم تثبت لنا أننا شج إنش؟ كل يوم تثبت لنا أننا شجعنا الشخص الصح ويزيد فخرنا فيك بكل شيء تقدمه. انتظر منك الكثير وتأكد ان وراك الصواعق لا يرضى الا بنجاحك ولا تغيب على البث خليك متواجد اقول ابشرهم بالسعد مندي وباذن الله على البث لا تشيل هم حبيدي فارس الجمهور حبيدي وعلم والدنيا سعه قد غدينا اربعه كنت اليوم بحقق ولكن الساهل من بياخذها هذا اليوم وبالتوفيق لكم وانا عندي يعني عندي كذا كذا ما ادري وجه ما ادري وش اسمه اللي يقولون احساس ان ابو رقعة اليوم من نصيبه فارس الجمهور استاهل ابو رقعة استاهل طيب قول كذي متعب الرقعان اضافه جميله للبرنامج روح حلوه نتمنى تقدم اللي في بالك اكثر من ابداع وثق تماما بان جمهورك واثق بقدراتك وابداعك واصل النهائي باذن الله باذن الله الله يعطيهم العافيه يبشرون بالسعد بس ها بس كلمتي هذه تكريم عن 100,000 كلمة على كيفك ايوه انا اعرفها ايش قلت ايش قلت عندي ايش قلت انت قلت ابشر بالله وصبه ليه على اي ما حار صب هاي ما حار للشاعر محسن بن محمد السبيعي في يوم 80 جملت وابدعت في جميع النواحي في جميع النواحي قصيد سوالف تمثيل روح مرحه نصايح فزعات كلامك لاخوياك بيض الله وجهك مشكور على جميع ما تقدمه وان شاء الله فاس نسخه من نصيبك والصوالب معك الصالب الله يوفقكم يا صوالب ويبيض وجيهكم والله لا يهينكم وابشروا بي اليوم ودوم واشكركم حتى يغمى عليكم تستاهلون الربع تستاهلون باقي واحد بدا عبد الله خيدي يحلي 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 منو؟ ولا شيء تقول يا فؤاد شو فيها واتساب؟
لا اسقط على جمهوري. شو اسقط؟ اسقط. شو يقول هو؟ اسقط على الجمهور. لا يطقطق على جمهوري. جمهورك؟ ايش يقول هو؟ انا استرمدت الكلام هذا. حامد ايش قاعد علم ايش قاعد اتفاهم معه؟ انصف انصف يا انس انصف انصف العلياني من بسرعه بحط المريل وامشي. لا لا والله ما تحطه لا والله. ايش قال هو يا عبد الله؟ قال عبد الله تلقى سائل في الواتساب. سائل كنت واسال جمهورك؟ جمهوري. الحين يا فؤاد جمهور يتعب. لا لا رسائل يغرد. جمهور جمهور يغرد ويتعب. انا جمهور 80 هذا اللي يستاهل منك الجمهور بعد 80 يوم؟ هذا اللي يستاهل الجمهور منك؟ يا اخي هذا هو؟ هذا اللي يستاهل الجمهور منك؟ جمهور دعمت وصوت لك ووقف معك. انا هذا يستاهل جمهور. هذا يستاهل جمهور. السليات تصبر على المدرب ما قدم. لا ميت كنت. انا خويك ليه 80 يوم؟ بانت الخوه؟ بانت؟ ايه انتهت؟ ايه انتهى كل شيء؟ ايه انفقشت البوكشه؟ انفقشت البوكشه انتفقش كذا؟ بعدين ها اقدول عبد الله مرسل لان عبد الله معه جوال. كيف طلع اخويك منظر غير محترم؟ كيف طلع اخويك منظر غير محترم؟ عبد الله يسمع الانظمه ويتابع الانظمه كلها، لو عبد الله بيخالف خالف خلال 80 يوم راحت كلها، ما خالف ياخذ 80 يوم. الله معه معه جوال. خلاص مرة تعرض. تكلم يا مثلا بالرقعات. ما تجرد تتكلم. من حضر التحاكى. يلا تكلم. اتكلم عن ها؟ عن اي موضوع تبي تسولف فيه؟ خلني اكشن وجهك. يلا كشن وتعال. صار الوادي. والله نخاف. اسكت على جمهوري، اسكت على جمهوري. اسكت على جمهوري. قبل شوي مرسل انت 20 رساله يا احترام بيبكي الحين نمزح نمزح يا ولد دجاجه اقطع دجاجه زين اقطع دجاجه زين يا مهبول اقلبها اقلبها واحد خاطره ضيق خاطره قلبه مريض قلبه صدره مريض صدره ضيق ما يستقبل ما يسمع ما يضحك هذا عليه السلام من الحياه خليه يموت يحفر حفره ويدفن في نفسه يتصل معنا يتصل معنا الو هلا شخص انا الو خاطر واد لبس احترا بسرعه يا ولد واد واد الخيط منك المهم كنت اغني اغنيه كبير المهم اني معيف خاطري المهم اني معيف وخاطر ما ايه اتنسيت روسي لا اوه حمل حطب والي حي يا ولد تعال يا ولد واد بتروح يا اخي احس هذه ما بوجهك احمد حبيبي يا اخي خذ سكين نفس حقت العيال هذه سكين عندكم احسنتها ها اخ العيال البس الراح متعب الرقعان نبيه يبون يسمعون صوتك يسمعون صوتك كيف اغني قصدك اي غن صلى الله يسي اسمعوا بلند اللي عرف ينشد ولد عسى الله يسي فيها شيء دقيقة أنس دقيقة على خشمي حبيت الحماس الدجاج يلا يلا غن غن شوف أنا معك في وحدة بس يصير صوتك حلو فيها يا مسلمين لا والله ما يبي يا مسلمين لا ما كنكن لها مشتاق لك والعيون يلا اصبح انس ابغى الساحة ما عاد مليان البراء ادب ابصل صاحب انس دقيقه ابغى الساحة عليه باخذ اتصال برجع لك بس الو يا حنان السلام عليكم وعليكم السلام يا هلا وسهلا يا حنان هنادي هنادي ايوه يا مرحبا يا هنادي يا هلا وسهلا هنادي نصيحة توجهها للمتسابقين لا عاد يغيبون على البث ايوه تمام طيب هنادي معك 50 نقطة تهديها لمين؟ ابغى 100 نقطة 100 نقطة تم فؤاد استاهل فؤاد استاهل هنادي الله يعطيك العافية وعلم اللي يقربون لك ها ايش امريني لبيه أنا ما طلعت من البرنامج تعرفين أجران إيش؟ وش يا هنادي؟ ما أسمعك زين ما طلعت من البرنامج ما طلعت من البرنامج أسمعك ما طلعت من البرنامج تعرفين أجران
تقول وش يقول احمد؟ وانا ودي والله دقيقه ها الصوت ما واضح عندك. لا طلعت من البرنامج اجي نجران. ايوه على خشمي على خشمي ليش شرف يعلم الله. الله يسعد ومن يقول شكرا شكرا هنادي الله يسعدك وعلمي اللي يقربون لك وعلمي يتصلون يتصلون يتصل العافيه. الله يعطيك العافيه هنادي شكرا لك. نجران غاليين ما راح ان شاء الله. ولا شغل الشيء الشيء مون عبد الله خربت الفايل ابو محمد ابوه خالي بعيده بعيده. فؤاد محسن لبيه سمعنا قصيده طال عمرك. ها نبي قصيده جديده ولا ما كتب في جديد؟ هلا هلا اسلم يقول نسيبه علاج تبودنا يا هبوب النود عود يا شينا الثريا يوم هبت بوها رحها على ناس ولا ناس ناقصنا بلي زود ولا ودنا نسمع العرب خوف نجرحها. يلا تذكرت زي زوم النشام اغلام الجود تشين النفوس وعلم فارس يفرحها يا فارس تساوت عندي البيت كثر السود تعين وتلقى يسبيعي ملامحها تقافى زمان السيف والملح والبرود وتقافت رجال انساب قاتل مدايحها فقدنا الطعن والبيت الاسود وشوف الذود وفقدنا ادلال انفاح بالهيل فايحها وفقدنا هل الفزعات حماية المبهود هل العز وهل عنزت راس طايحها فقدنا الكثير وقل من ينطحون الكود وصفت للرخوب اللي تسرح ملايحها جماعة مصالح داخلية وحب خدود عبيد البيوت اللي كبار اللوايحها يضيع الكلام ان كان ما جاء عليها شهود انا بيح نفس ونفس ماني مبايحها وانا ما شعاني يسبيعي غرام الخود بلا سنين ما ترقع فضايحها وسلامة الله الله صح لسانك صح لسانك. وين السلطة؟ الو يا مسفر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا يا مسفر. الله يبقيك طول عمرك. وشلونك عساك طيب؟ خير انت حافظك كيف الحال؟ ابشرك بخير نحمد الله ونشكر يا مسفر. مسفر يا حبيبي نصيحة توجهها للمتسابقين. انصحهم بالصلاة. اي نعم. والقوة الطيبة ما عدا الا حالهم على سيارة على البرنامج. هذا قلت من اللي عنده كل واحد منهم. الله يجزاك خير يا محسن. محسن معك 50 نقطة تهديها لمين طال عمرك؟ مسفر مسفر ما معي 50 بعطيه مسعد 300 وعبد الله غير 300. وشو؟ 300 نقطة المسعد بالرقعان و300 الى عبد الله العليان. ولد 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 الدنيا ذي واجد ذي وموديها كلها. ما هو بارا والله انها الواجد تقول 300 المسعد 300 عبد الله العليان. مسفر. مرحبا. واجد 300 300 واجد اقسم 30 بينهم. اجل 200 200. 200 المتعب الرقعان. ايوه 200 عبد الله العليان. و200 عبد الله العلياني. ايوه تم بيض الله وجهك. بيض الله وجهك يا مسفر الله يهينك يا بيبي وجهك فلان. يا مرحبا يا مسفر مرحبا يعطيك العافيه يا مسفر. نبه 200 اللي عندي ابي فواد 100 ولا 100 ها انا 100 وفواد 100. يا هذا مطبق هذا هداك ما جت من طيب نفس من عنده مع دواها لان هذا العربي قال مالك ما تهبلي ما يبغي هبلك غصب عبد الله لا فؤاد 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 ترى المحبه والقبول من الله سبحانه وتعالى صحيح. هاي عبد الله عبد الله انا اقول اقول فؤاد المحبه والقبول من الله ما في يد الحمد لله انا من الله. زين يا اخي تجي مصيبه اقول اعطني 100 واعطني 100 شو ما بيني وبينك يقول يقول لا جاي ما جيت انت بنفس يا اخي انا ما تعرف. طيب تقول لو اعطيت عيونك اللي ما تشوفه قال ايش؟ هذا عيونك اللي ما شافها شوف نعم. طيب عبد الله اشكر مسفر اللي اعطاك مجنن من الواد ما يخلص الله يطول عمرك ويخلي لك والدتك ان شاء الله وصراحه يعجز التعبير ولا اقول لك الا اي لافي حتى يغم عليك في صاله البيت. الغاز وضعيف هنا مقص عليها انت شيء؟ لا بغاز بخه والمطبخ بخ غيره عشان كاريزما جديد يلا انا كب العفش في اخر يوم. طيب ارفع من المحول اللي في الغاز الاسطوانه نخاف ارتفع ويبق. لا لا ما هو زي مرانك اللي راح. لا الحين ضبطناها ضبطت الشيء لا تخرب. اخر شيء الاسطوانه ولا ما عاد شيء اسطوانه فاضي اسطوانات عندكم جديده؟ اي موجوده اسطوانه جديده ما تقول ما ملح خليهم يجهزوا واحده هذا حق الجديد بس قول اذا دقيت قلت له اسطوانه عادي جهزوها جيبها الحين ايش بك الحين؟ لا تخاف انا دائما اضربك كل يوم لازم احبك والله ما تحبني والله ما دقيقه لا بس عندي طلب عندي طلب بسيط تم والله ضار الله يهديك سوا
لازم يضل مك 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 لا فؤاد تراك شغله شغله تراك خلاص بدك مو صحتك 200 نقطه خلاص احو شغلتنا يا اخي ما افضح يا قسم انا اشوف انك تضم محسن معهم فريق ومحسن ضم معهم روح ضبط روح انا اللي لعب انس اللي لعب انس بعد ما تعلم محسن انس ها خليه يسولف معك هنا ها خليه يسولف معك هنا انا الملح الخشن لا لا خله عندك الملح الخشن يعني ما حد يبغاني اسمع ترى فرصتك يا حبا ارحب سمعت ايش يقول من رحيمك يعني ما حد يبغاني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا فؤاد عبد الله طيب محسن عطني تجربتك خلال 80 يوم والله يجزاك تجربه خلال 80 يوم اي وش سويت خلال 80 يوم الصراحه خلال 80 يوم اتمنى من يتصل تعرفت على فؤاد يا فؤاد واحد الصوت يا فؤاد على على اصدقائي اللي هنا ايه عز الله انهم ونعم الرجال يستاهلوا ونعم الرفقه ونعم الاخوه وهم صراحه هم ثمره البرنامج وهم شوف الحسنه الوحيده في البرنامج لاني انا تعرفت عليهم بس الصراحه كسب جمهور ما هي بحسنه عندك انت ولا وش يعني جات منا وجت منا وجت من الله السلام عليكم محمد هلا مرحبا يا انس كيف حالك يا هلا وسهلا يا مرحبتين يا ام محمد عساك طيب ان شاء الله بخير جيت بخير عسى ربي يطول عمرك يا ام محمد وعمرك ان شاء الله وشلونك اساس طيبه انصح الشباب يا انس كلهم لا يغابون ما بقى شيء الحين اي نعم ويحضرون الفقرات ويجون فقرة الظهر يكسبون نقاط صحيح وما عاد في بقى الأسبوع اي والله ما أبغى منك الحين كل شخص 200 تم يا ما أعطيت اللي تو 200 على 200 أنا أبغى 200 للأربعة تم تم يا أم محمد تم كل الأربعة من 200 تم جزاك خير تم عسى الله بيطول عمرك إن شاء الله يا أم محمد أبدأ محسن وعبد الله ومتعب وفؤاد تم يا أم محمد كل واحد له 200 نقطة تم الله يجزاك خير يوفقك إن شاء الله اللهم آمين يطول عمرك شكرا الله يرضى عليك هلا هلا يا أم محمد هلا مرحبا هلا فيك هلا شكرا ما مثل بعض الناس اتصل يقول عبد الله متعب لا 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 تقطع الجمهور انت تقطع الجمهور لا هذه اعرفه اعرفه لا لا اليوم تخرب مع الجمهور انا لا تبغى تشوف احد شيء انا اعرف ولد ولد من هذا اعرف اسمع معك بس لا ده هو امرك تعذر اعطاك نقاط يخذ مني انت ايش فيك انت عشان كذا هو حاقد علي لا لا حاقد عليك ليه على وش على جمالك على صوتك على وجهك على ايش على شعرك صح على على كل شيء لابسه حاقد عليك على ايش صح انت مين يضيع عقلك ما تفهم يا اخي انت فاخذ مقلب في نفسك يا اخي انت اللي تغار مني انت انت اللي تحقد علي انا احلى منك انا ديني كل شيء انت ما فيك شيء تفهم اصلا اعطيك كف على وجهك يحاقد عليك شكرا ام محمد شكرا بيض الله وجهك ولا انت حبيتي للاربعه عن بعض الناس بدك يلي بتدقون هبول اللي تدقون هبول هبولي 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 انا محسن بس خلك عندك قول لله يا ولد 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 قل لا اله الا الله دقيقة يا عبد الله دقيقة قل لا اله الا الله حق لا اله الا الله لا تخطي على احد فقرة قائمة لا تخطي على احد ما اخطيت على احد اسمع انا قلت الله يبيض وجهه اسمع مثل بعض الناس اسمع هبال الاثنين اسمع 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 انت عطى اثنين هي عطت اربعة ما مثل بعض الناس طيب اسمع انت محروم من نقاط المتصلين الى نهاية الفقرة لا تخطي على احد يا وجه الله لا تخطي على احد ولد مالك لا تخطي على احد 15 دقيقة الله هو اكبر لبي يا عبد الله اختصروا يا شباب ما عليكم يا عبد الله لا تحرم من بعد تم عشانك يا عبد الله انت تعرف اللي في قلبك ابد تم تم عشانك يا عبد الله ما يحتاج محتاج انا انس عندي ما يحتاج اي عبد الله كل ما سوى شيء ما يحتاج 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 ما يحتاج
ما يبان في عينك شيء انت اخصم عليه كل ما سويت شيء قال خلنا ناخذ اتصال. هذه ساره. يا هلا والله. يا هلا وسهلا يا ساره. يا هلا بك ساره. نصيحه توجهها للمتسابقين. ما عاد بقي شيء وانتهي البرنامج. ايوه. حاولي تستغلون كل دقيقه على البث. اي نعم. وخفف غيبات وفلك التوفيق. الله يوفقنا وياك. نقاطك لمن يا ساره؟ بعدي شخصين. سمي. بعدي شخصين يصير. تعطي شخصين؟ ايه. تم من؟ متعب وفؤاد. متعب ومحسن؟ وفؤاد. متعب وفؤاد؟ ايه. يستاهلون يستاهلون يا ساره يستاهلون. الله يعطيك العافيه يا ساره. المتعب 50 نقطة، الفؤاد 50 نقطة. يستاهلون. شوف تكلم تكلم. شكرا شكرا يا أيوة. سارة الله يعطيك العافية والله يكثر من أمثالك. شكرا من الأعماق. شفت شفت المحسن وعبد الله ما فكروا يحسدونك ولا فكروا انهم يتكلمون. محترمين الجمهور محترمين. ما حد قال ليه ما هدونا لأ محترمين الجمهور محترمين. شكرا أحس مهمهم. شكرا شكرا يا اختنا ساره. تفضل متعب ايش تقول استرسل. تفضل يا متعب. الله يشفي. اقول الله يبيض وجههم جميع والله لا يهينهم ويجمل حالهم. وشكرا زي ما قال خالي محسن شكرا حتى يغموا عليكم. متعب الرقعان هو العاقل في هذا المطبخ. شوفوا جلسته شوفوا لبسه ايه وحنا ني خليها خربتها. طيب كم باقي دقيقه احسب احسب طب دقيقة حسب دقيقة كم دقائق 15 الحين 5 و8 دقائق 5 و8 دقائق 8 دقائق 23 ليه ليه كم كم الساعة كم يا ناس 15 5 و8 دقائق 23 ها 5 و8 دقائق 8 دقائق نفس 15 دقيقة انا يا اخوي توني خل. طيب الو يا سارة. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا ومسهلا يا سارة. يا هلا. سارة نصيحة توجهها للمتسابقين. يحطون على التراكم. الله يجزاك خير إن شاء الله يا سارة. معك 50 نقطة تهدين المن. أبغى 200 نقطة. 200 وايد سارة. تكفى. تم. خلاص 100 المتعب. 100 المتعب. أي وأنا من من قرايبين هنادي اللي هي عشان فؤاد. ومية الفؤاد. إيه أنا من قرايبي هنادي. من؟ أنت من إيش؟ هنادي اللي اتصلت عليكم قبل شوي. إيه إيه هنادي. إيه. إيه تمام 100 المتعب و100 الفؤاد. أيوه. شكرا لك يا سارة. الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية يا سارة شكرا. شكرا لكل متصل يتصل ويهدي نجمه النقاط المحددة. يلا يا الربع ما عاد الا ما ادري كم كم بعد بعد 1900 كم باقي على الراجعه 1900 خمس ايام سبع اي 5000 ما ادري كم بعد 3000 لا تصل الجمعه كم باقي على الراجعه 5 ايام و7 ما ادري هالخميس يا مهاب يوصل ولا تصل الجمعه كم باقي على الرجعه 5 ايام و7 اجري هالخميس يوصل ولا يصل الجمعه عشا 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 كم باقي على الرجعه اسمع يا مهاب اسمع عاش مهاب كل المهاب ما هم خياله مانت عليك يا مهاب كان باقي على الرجعة واليوم بندق واليوم حنا جالسين ندوق على الحلة والقدر كان باقي على الرجعة 5 ايام و7 عندك اعتراض كلم مدير المطبخ جا جا جا
الله ينشبكم، الله ينشبكم. الله ينشبكم، شبتونا ركبتونا. ابو فؤاد ابو فؤاد خربت الدعوة عرمت. عبد الله وين راح؟ عبد الله وين راح؟ الله خربت الربع. ها؟ انس! انس منك بالحالة، راح بيها انس منك. خالي ما تقدر تجي وراه. راح مات. راح راح طبيع. راح ما جاء. راح راح يا يا حنا ما قلنا مهاب صاحب مكسر اسحب عليه يا راح. الجميع متواجد يا انس. ها الجميع متواجد اللي عندهم مطبخ اليوم. ايه كلهم موجودين. كثروا الغداء ترى بتغدى معكم. ها؟ كثروا الغداء بتغدى معكم. كسروا الاثاث؟ معي شطه ومعي حمضيات. شطه حمضيات؟ ايش يقولوا؟ ايه كثروا الغداء بتغدى معكم. ها؟ كثروا الغداء بتغدى معكم. كثر الرز. بتغدى معنا. الله لا يحييك. مهاب بتغدى معنا. ايوه تبي حيري تم. كسروا الاغراض بنتغدى معكم. كسروا الاغراض بنتغدى معكم. كسروا الاغراض ولا كثر الرز. انت يا ريت يقول العلم. كسروا الرز شو حساب يا عزك ترى نمر عبد الله على خط النار اطول. اخاف اخاف منه ما في ما تلقى اخاف منه. هو عبد الله خاصم سبع خصومات. الحين ما في خصومات. ما في شيء تم امشي مع الغداء. منهم وانتم منهم. يا انس ما فيه مثلك في البنا انت غير وفقرتك والله غير انهم فقرة تشد الانتباه عندك انت يصير تحديد المصير انهم 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 بالنقاط
وكل واحد واخوياه الفريق الاول يرد الاخير والمراجل نجمع لي في سماه الكثير اللي تمنوها الكثير هنهم 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 نخبه فعلهم واصل صداه ما هو الجمهور الجمهور بيعود علي عيل خير ابو سداش رب البيت لا فك فك مستر بخيف قضيت من انه المقامات تعال والله ذابحك صفي 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 فؤاد فدا ذابحك ذابحك راسي يا راسي يا هم بتجي عليه الحقه ابي اهدى طلع بيها حقك يا عدي يلا بجلك طيح اوه فؤاد صفك فؤاد انا طالع عياني ترى كان مصارع قبل عطى حركه التكتك تيتر علي انت 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 النظارة تنسي شلوان اطلب من الثوب ده نط علي نط علي نط علي افزع 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 تكرع عمل يعميك تكرع عمل وياه كم على المطبخ كم على المطبخ كم كم على المطبخ الطاولة الطاولة لا 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 انت انت نسيت مو هذا بغيرها كلها بغيرها بكرزبي نسيت انت ايش فيه مو هذا بيتغدى معنا خلي مو هذا صار بينا عيش وملح مو هذا مو هذا بيتغدى معنا صار بينا عيش وملح اي والله خليه يجي اي خليه يجي يصير بينه وبينه عيش وملح انس خليهم يجيبون بيبس والله مصي خليني اشوف الثلاجة انس ما في اتصال ها صار يلا بحسن فقرة عندك لا نجي ها تم قول الو لا حد يتنفس لا اسمع ولا نفس يمكن يحطوني مقدم في كاريزما اسكتوا تنفس انت انشم من هو انت انا من عيوني تسلم عيوني تامر امر عيونك خطر المقدم تسمع له كلمة تفضل هذا ايش عنده الحال المنبوذ نفسية ها نفسية 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 يا خلوا نروح تحت مكيف تكو صح والله تحت مكيف عبد الله يحسب حقنا معه فضلا وليس امرا يعني انت ما حسبته له ما حسبته لجدركم وخمس دقائق لما يقول لي يارس او ثمان دقائق يا انس ما مثلك في الحياه مالك ابرخم كيف انا انت بطيح انتبه بس بس كيف كيف باللوحه باللوحه فك اللوحه عندك فك اللوحه عندك وتحرك يا اي اي تحت اي تحت ايوه ايوه رجع اللوحه علق اللوحه محلها ايوه شكرا خلاص سر انت شنك لا شوف ترى ما يبي ذاك الرجانه لا انا ما ابي اي ما يذكر تقول تقولها يلا سقع ترى مو بنا لا لا عين خيشة ما تكف على عينك من اللي قلت له عين خير عين خير عين خير لا يا قاب شرب شرب عين خير يا لبي يا انس معصب تبي الصدق خفت يلا صوره ولا اشعاع صوره عندكم اللعب تحدي عندنا اي عندكم ايوه يلا شباب بسم الله الرحمن الرحيم شوف التاك برفع ايدينا بيش يا عبد الله
الثلاثي المرح اي عبره. الو يا مشعل. ارحب يا حيه البقى. يلا حيه. الله يبارك فيك، حالك؟ بخير، جعلك بخير. يلا شلونك طال عمرك؟ خير ونعمه يا ربك. الله يجعله. مشعل، نصيحه توجهها للمتسابقين طال عمرك. قول كثروا من الجلسات وكثروا من اهم شيء محسن صوته. طيب ابشر باذن الله. طيب مشعل، معك 50 نقطه، تهديها لمين؟ لا انا بمك زياده انا 100. نبنتي سلطان ونبنتي محسن. من هو؟ نبنتي سلطان ومحسن. سلطان من سلطان تغيم. الله الله، ما هم معي في المطبخ اليوم. عطى يا رجال اشتاها. اشتاها سلطان 100 ومحسن 100. الله يبيض وجهك، تكلمني على محسن وسلطان. ابد، يستاهلون. الله يعطيك العافيه يا مشعل. يا مرحبا. هلا هلا يا ابوي، هلا. هذه رسالة ثلاثي المرح، فؤاد ومتعب والعلياني، أتمنى تكثروا لنا جلسات يا ثلاثي، ونبي ضحك وفعاليات، وفالكم التوفيق. أبشروا والله يطول عمركم على خشم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رسالتي النجم الصارم محسن السبيعي، أقول له دندن عكس وفارس النسخة هالأسبوع لك، احتزم يا الجظمة وربعك وراك وراك ربعك. الله يخليكم لي وأشكركم حتى يغمى عليكم. العبد الله العلياني، وين عبد الله العلياني؟ اذا جاء ذكرني اقراها له، اذا ما راحت يعني. صوي الشاشة. الى النجم فؤاد عبد الله، تألقت وابدعت في صوتك المميز، حافظ على نقاطك وفالك نجم الجمهور المبدع، جمهورك من الاردن. يا مرحبا اهل الاردن، الله يحييكم، مرحبا الف. ابشروا. للمتعب. في هنا المتعب ولا متعب صح؟ اللي تبغى عيوني انت. جمهورك معك دائما وابدا، فخورين فيك وفي كل اللي قدمته، تأكد اننا ان وراك ومعك ومساندين لك بكل خطوه، والله يوفقك يا رب، كن على الثقه تامه بان خلفك جمهورك لن يكف عن دعمك، سنبقى داعمين لك حتى نراك بالمكان الذي تمنيته. بيد الله وجيهكم، اقسم بالله انكم قولوا فعل وانكم قدها. ايه انت خلاص. ابشروا بس سعد، لا عدمتكم لا عدمتكم. 23 اقرا رساله عبد الله، يقول ذكرني. عبد الله العلياني، رساله طال عمرك. لعبد الله العلياني، نجم فارق، وسعدنا وجودك على البث، حافظ على نقاطك، لا تغيب على البث، وفالك نجم ريالتي. شكرا، ابشرون بالسعد. نجم ريالتي ان شاء الله. واستحقه. استاهل عيوني. استاهل الطيب يا قلبي. اللي ما قال تستاهل باخذه من هنا. استاهل. أنا سو كم الدقائق؟ الحين الدقائق 24. أنا قبيل كم 8 دقائق صح؟ 8 عبد الله. أنت بعد دقيقتين كذا يعني ما حول بعض. لا ما مدى تأكل. وشو؟ هو قدام. مين اللي قدام؟ قدامهم حنا ببطء. أيوه. عبد الله كم باقي لحقنا؟ يا أخي خلينا نمشي سوا يا أخوي، ماله؟ أبو خلينا نمشي سوا. نمشي سوا. رايحين نكشت حنا في سوا؟ ها؟ اخذ صبر جعله. الو يا محمد. هلا والله، السلام عليك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يا هلا وسهلا. مساك الله بالخير، كيف حالك؟ الله يمسيك بالنور والسرور وخير، جعلك بخير ابشر، كيف حالك انت وشلونك؟ والله بخير، جعلكم بخير الله يعافيك. الله يجعل. نصيحتك توجهها للمتسابقين يا محمد. والله نصيحتنا يا طويل العمر، يحافظون على الصلاة ويحافظون على نقاطهم من الخصم ومن بعض الأشياء اللي يسوونها بإذن الله. طيب محمد، نقاطك لمن يا محمد؟ نقاطي الفؤاد يا طويل العمر. يستاهل فؤاد، يستاهل. مرحبا ألف، الله يطول عمرك. 100 نقطة يا أنا. يستاهل 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 100 نقطة فؤاد. 200 يقول. حياك الله. الله يعطيك العافية. الله أنت يا محمد، الله يسعدك، يطول عمرك. شكرا من الاعماق، شكرا حتى يغمى عليك. اقول له يا فؤاد، هذا فؤاد محمد، من هذا بالله محمد من ها ولد على لساني، مو ممكن تقعد تنشد فؤاد، يمكنني اعرفه عشان كذا يمكن صدقني، اي واحد يعرف ما بده نقاط والله تنشد، اي واحد يعرفني ما بيعطيني، بيعطيك من عمره ما هو نقاط. صحيح. عبد الله كم بقى؟ حط ما يبلش يا ريدي، خذ المخرج، يعطيني من عمره. أوي كم؟ لبيك 26. 26 بتبيع بال30؟ خل خل
من اسمها؟ من اسمها لك؟ بيض الله وجهك. صدقني 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 تعبك ذا سوف اجازيك عليه. ما مدى ما مدى الحمد لله اويو. بس يا فؤاد عبد الله ما مداتك يا عبد الله احجار يعبي كل شيء. خلاص خلاص يا ويلي ويلا سلام. هلا اسمع اها دحين ايش؟ انا راي تعال استريح معك مقطع ورد. ايوه انت تخوني تعال الان. عبد الله عبد الله متعب ركزوا ركزوا مع الاتصال الان. ارحب يا الله حيه. الله يبقيك طول عمرك. مرحبا يا مسفر اللي دق. الله يبقيك مسفر. فؤاد قدامك هو اللي يخطا عليك هو اللي يتكلم. تعال تعال يا فؤاد تعال. سامي يا مسفر وش بغيت يا مسفر؟ وطالب بالخصم عليه 10,000 نقطة، ليش يسوي سمعته قدام الكاميرا وين؟ نعم الكلام هذا كله. كلام صحيح يا مسفر، كلامك صحيح يا مسفر، تعال يا فؤاد اطلع يا فؤاد اطلع. وبهدي محسن 200 نقطة، وهو خلوه يبعد. حمزة عطوه 200 وعطوه محسن السمعي 200. ما ادري يا فؤاد ما درى نسيتك والله. بروحك الله يسعدك يا مسفر شكرا من الاعماق شكرا الله يسعدك. انا بس كذا ابغى اناقر العيال والله العظيم ابغى بس اناقر العيال يعلم الله. صابر يا فؤاد صابر والله. الله يسعدك يا حبيبي يا مرحبا. شكرا يا مسفر يا حبيب قلبي. عفوا عفوا يا محسن. محسن لبه نبغى قصيده قصيده. ابشر بالقصيده سكر تجيك القصيده. يعطيك العافية يا مسفر مال الله يا ابوي. الله يعافيك. هلا هلا وسهلا. خير ابشر. مهاب؟ لا. الله يبشر. مضيعات شيء. ما عينا. بالله. يقول اسلم. دلعوه بصدى. يا ليت حمل الهوى لاهل المحبة خفيف. ولا ينكشف قدم شمات العرب سوها على بصيص الامل. يمكن يشوف الكفيف وتحقق الامنيات بليتها. لوها حزلك من البارحة يقطع سوات الرهيف لا تصادمين الظروف اللي هذا قوها خاف اطول ورا وضحن هواها كليف في ديرتن ينقطع الارسال عن جوها جايين الهب الشمالي في غرفنا وحيف من قوها يسري السمار عن ضوها وانتي ورا مهرق عشاره وغرب العطيف اسفل ظنونك يهب الشوق معلوها طويك حب انطوى قلب المحب السخيف ونساه مر الليالي معك محلوها غنى سودك وزع الريم وادي ثقيف لو انه يوقف الشعار مطروها تعذري لي مثل عذر الوليف الوليف ترى جروحي ما جاد الوقت فبروها والله ما يقضي عليك الغرام العفيف لصدمت الظروف وطاح من قوه سلامتنا. سلام يا سلام. صح لسانك يا ابو محمد. صح بدنك ابو علي. شكرا يا مسفر على اتصالك على اهدائك للمشاغب فؤاد. مشاغب النسخة. عايز يعني كمسفر انا والله بس ابغى انا استفز الشباب اللي هنا. ما تبي نقاط يعني؟ ها؟ هي جت ولا ما جت مرحبا؟ لا جت جت. عبد الله بس انا انسان شوف شوف عبد الله سعيد منضغط معتش فل حراره اذا جت اتش هنا فؤاد يستانس. ها ها الحين ينغبل كذا فؤاد يستانس. ورب الايمان لو اجيك الحل هذه الكبشه ما تعود الا من راسك. ها انشعب انشعب كان حتى الجمهور فضحتنا بالجمهور. حاسد سد نحرك وعين قدام. انا يا فؤاد ايوه نزل ما اعطيتني عفقتي على احد اخطيت على المتصلين وعاقبتك اخطيت على واحد متسابقين فؤاد خلاص يا سد نحري بيض الله وجهك يا عبد الله بيض الله وجهك 100 نقطه لعبد الله العجاني 100 نقطه تاهل. شك 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 بم اقهر ما علي من خلف. ايوه ايش كنت ابغى تسالني عنه؟ قلت لي عن اخر اعمالي ها؟ قلت سمعني شيء ها صح؟ فاصل سمعني شيء. ابي ابي شيء ابي ابي موال بعدين تدخل قصير فاهم؟ عرفت ذيك يلا. دلعوه بصوتك وخذ استانس. ما قلت ارقد. طيب خلنا نشوف بتطول اختصار نرجع لك يلا. مريم ولا ماريا؟ ماريا السلام عليكم. مريم 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 السلام عليكم. عليكم السلام وشلونك يا مريم؟ الحمد لله. مريم نصيحه توجهها للمتسابقين؟
أقول أنت تعرف وإحنا نعرف والعالم كلها تعرف أنك نجم مستمر ولطيب على البث. أعطي نقاط فؤاد عبد الله. الفؤاد عبد الله يستاهل. هو نجم عبد 200 يستاهل 200 نقطة. الله يسعدك يا مريم، شكرا من الأعماق، شكرا، الله يسعدك. لا تطيب، لا تطيب عن البث، لا تطيب عن البث. أبشري بالسعادة، رقي سنود، احتزمي احتزمي اليوم ريالتي الفجر. مالك الأول، مالك الأول إن شاء الله. حتى شاعر القلطة إن شاء الله أنا لا أقصد معهم، احتزمي. الله يعطيك العافية يا مريم. أنا والله استنست، قالت أنت تعب أنك نجم، قلت الحين كلام لي أنا، استنست. والفؤاد. أنت يا أنس ما يحتاج إشادة، أنس أنت ما يحتاج إشادة للناس، من الناس لك. أنت نجم. صدمات حمر مرت علي ولا حسبت حسابها. عطرة الأغنية لا تفك. طيب يقول أنا 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 خليها بلي صدى. جاك صدى. أنا 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 مغرم بك ولكن اسمع وش يقول. أنا مغرم بك ولكن ظروف الوقت والعادات ضحية وقتي اللي في كأني مغرم الحالي. أمانه لا أمانه لا تخليني بلا روح كذا موات. أخاف الوحش في قبري المحبة والخلل خالي خلل خالي. سلام سلمت. صح صوتك أبو عبد الله. صح صوتي. هلا سم تم تم. أبشر بسعادة. الله دمع الفرح لا خلطه ضحك الحزن ما هو بزين يعلق اللي ما تعلق منه. ها طيب على خشمي يا مسلمين الله يسامحكم ترانا مسلمين حسوا بنا قبل انتبخر مثل طيب المبخرة. الله يسامح من جعلني في موادعك استهين اللي يقول الوقت ما يقف على فرق مراه. بالألو. ألو. السلام عليكم. أرحب. يلا حيه. الله يبقيكم. مرحبا ومسهلا حبيبي. بالخير والرضا والعافية يا قناة الواقع اللي تشرف على الدولة السعودية وجميع القنوات. الله يطول عمرك. حيه. هذا. وين فؤاد؟ أرحبوا. أجد غرور. أجد غرور. الله يبقيكم. السلام عليكم. الله يمسيكم بالخير. مرحبا ألف. أرحب دبل تنطح جبل تخلي الصحيح. الله يبقيك. أسلم على الزملاء كلهم وعلى مدراء القناة. على خشمي. عبد العزيز. وعساكم بخير كلكم. أقول على خشمي جعني في دوجهك. والله يسعدك ومرحبا ألف. أنت كيفك؟ كيف الربع اللي وراك؟ بخير نحمد الله ونشكره. أبو من تحت أبو من. مرحبا يا مرحبا. أسلم على الزملاء كلهم. أبو حمود مسيت بالخير طال عمرك. الله يحييكم. شلونك عساك طيب؟ يالكم بخير. هذا فؤاد قاعد يسمعك الان وش تنصح فؤاد فيه واخوياه؟ والله ما شاء الله تبارك الله هم يرفعون الراس هم يشوف اللام ما شاء الله تبارك الله ونجومه في محلها. جدي سعيد ارحم مليون. ونجومه في محلها. جدي سعيد. والله مجانا حتى عشان نزوركم. يا جد جدي سعيد. اي نعم. مرحبا ألف. أنا حم مليون كنت ملخبط بين جدة. الله يبقيك. طيب سلمنا على الزملاء وعلى الشاعر محسن السبيعي. على خشمي. يوصل يوصل يستاهل محسن السبيعي.
عندك نقاط يا جد، نقاط يا جد. اي نعم. ما باقي 500 ولا 600؟ 500 فيه. 500 جدك رده؟ ايوه يا جد فيه، يقول فيه 500 نقطة. وزدت ولا باس. سام سام يا ايه تكفيني يا جد. ابو من ومن؟ ابو عبد الله. ابو عبد الله. نعم. مع كم تبي تهدي فؤاد؟ كم تبي تهدي؟ والله ودنا لو ناكلها 1000 علشان انها بتزيد الكلفة بس. اللي انت تبغاه تم. ابغى 1000 نقطة. 1000 تم تم يا جد بحل وجهك. وياكم. هذه 1000 نقطة لفؤاد، وإذا بيعطي الزملاء على النية ما هي مشكلة. بكيفي قسم 1000 على أخويا بكيفي. يلا يلا بقسم 1000 على أخوياي، وبيض الله وجهك يا جد، والله يجعلني فداك وجعلني منحرم من صوتك. أوصيكم في الصلاة، الصلاة الصلاة وتقدم في الصلاة في الدين وفي الأدب. ما شاء الله تبارك الله، وأنتم نجوم ترفع الرأس. يا أمان الله جميعا. مرحبا ومسهلا، الله يجعلني فداك. سوداكم الله. يا مرحبا. توكل كابتن مع جدك. الله يجعلني فداه، الله يجعلني فداه. يا انس هذا تدري من؟ من؟ هذا كيف اقول لك ان فؤاد عاش معه 13 سنة. ما شاء الله. اللي مربيني جدي ذا. ما شاء الله تبارك الرحمن. جدي هذا افلاماتي كلها وانا صغير معه. كان ينزل يا اخي اقسم بالله وناسه، كان اذا مسكني وضربني احس بوناسه. والله العظيم جدي ذا يا ودي اذا مسكني وضربني صفقني ها حسيت بوناسه. وبعدين ما يجيك ما يضرب ضرب عادي كذا. جلد ما في يشتري تعرف خيزران ذيك اللي أيوه. ما تنكسر أيه. ما تنكسر. مغطنا بها لين ما نصحصح. فجدي الله يجعلني فداك. طيب الحين جدك انت نكبتنا على جدك. وسلم لي على جدتي حصه. اسمع الله يطول عمرك. الله يطول عمر جدانك. الحين اعطاك 1000 نقطه قسم على اخوياك يلا. طبعا محسن السبيعي 1000 تقسيم 4 كم؟ هاي ابوي 1000 تقسيم 5. كل واحد 200. ها؟ معنا رايد. لا لا كل شيء خلص. معنا والله كل واحد 200. على خشمي. على خشمي. كل واحد 200 معنا رايد. خلاص تم. عبد الله العلياني 200 نقطة، متعب الرقعان 200 نقطة. محسن السبيعي 200 نقطة، فؤاد 200 نقطة، رايد 200 نقطة. هذه 1000 روحت قسمناها بينهم. بيض الله وجهك. بيض الله ونعم. الله يجمع حالك. بيض الله ونعم. عليك زود. بيض الله مع اخويا. ها؟ قل له جدك سلم عليه. ايش؟ جدك يسلم. اي ترى جدي يحبك، طبعا جدي شاعر ويحب القصيد. اي والله قال سلم لي على الشاعر. احسن يا رجل كله. الله يسلمك. الله تستاهل. جدك سعيد. الله 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 يخليه لك. اللهم امين. والله ان شاء الله استلمك محتوى يا جد، بس خلني اجيك. استلم محتوى خليه بحت. يا مسلمين هاي الربع كم باقي لكم؟ تحطون الرز الحين؟ يلا عسى ربي يوفقكم ان شاء الله. يا اخي شكرا الاثنين في المطبخ، شكرا يا اخي انتم معطين الفقره حقها. يا اخي تعب. ما قصرنا احنا. هات سمعت المسلمين ما سمعت المسلمين. الحبي رايد. تبقى وتحيا يا حبي. رايد في لقاء خفيف الان بينك وبين فؤاد. اهلين يا مرحبا حياك الله اخ رايد. يا هلا بك يا مرحبا. الله يطول عمرك. والله اخ رايد انا لاحظت في الايام الماضيه انك قلت في الرتم شوي فعلا، والشباب شاهدين سلام. على الشيء هذا هل انت تشوف انك قلت في الرتم او انك تقول ما يبطي السيل الا من كبره؟ ما يبطي السيل الا من كبره. السيل هذا متى بيجي؟ بعد البرنامج؟ لا مالك لو بعد 10 ايام قبل ما ينتهي البرنامج. بعد 10 ايام صح؟ لا ان شاء الله اقل. 9 ايام؟ اقل بعد ان شاء الله. احنا والله العظيم نطمح نطمح للمزيد يا اخ رايد منك. نبغى نعرف رايد اليوم. ابد باذن الله انا قاعد ارتب لشيء معين ان شاء الله وباذن الله يا اليوم. لا نعم. تطمح على فقره، حاول انك تعطي الجلسات حقها، حاول انك تعطي الريالتي حقها، حاول انك تعطي اي شيء حقه. وانا كل شيء اقدمه والله. الله يطول عمرك. انت اول ما جيتنا 3 ايام او 4 ايام او 5 ايام تقريبا الرائد
توب في الريالتي. انت ما عليك من برا كيف التفاعل معك وكيف ذا، انت قدم اللي عندك. صحيح. هذا لك انت، قدم اللي عليك والباقي على الله. والباقي على الله. نعم. هذا الكلام. فاسال الله التوفيق والنجاح. من قدوته في البرنامج؟ قدوته من في البرنامج؟ قدوتك في البرنامج من؟ قدوة في البرنامج ما في يعني، ها، لكن شخصيات معجب فيها انا اي موجود. من اولهم؟ محسن، ثانيهم فؤاد لبروح، وثالثهم الجميع. الله يسعدك، يعني استثنيتني انا ومحسن، اكيد عشان محسن، يعني محسن شاعر. محسن بي بي بي. محسن شاعر وروحه طيبه وانت من الكلام، وانا منشد وروحي طيبة. ان شاء الله، ان شاء الله طيبه ان شاء الله. ليش حطيت يعني فؤاد ومحسن يعني على قولتهم مو هم قدوه وانا مو يعني معجبين فيهم؟ انا معجب بشخصياتهم. من ناحيه وش معجبك في شخصيه فؤاد؟ انهم صدامي صريح، فهذا اللي يخلي هل الصدامي شيء كويس؟ اي بالوقت الحالي نعم، اذا انك تمون عليه ويمون عليك بسرعه. نعم. طيب ومحسن؟ محسن عاد حدث ولا حرج، شو اقول وش اخلي بمحسن؟ تحدث عن محسن يا راد. يبي لي ايام 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 اتكلم عن محسن. عطنا من الايام، عطنا من الايام هذه خمس دقائق. ايش تبون خمس دقائق؟ ما ادري ايش اقول صراحه، لكن شخصيته كويسه. شخص محترم، شخص يحترم الشخص اللي قدامه، يعطيه حقه من ناحيه الاحترام التقدير، وقت المزح مزح، وقت الجد جد. ممكن هذه ابرز الاشياء اللي موجوده في وانت فؤاد محسن. خليهم يعطوني صدى. انت رجع مايك محله. سبيكر رجع محله. خليهم يعطوني صدى. يعطيك كل شيء. يعني انا ابغى اسوي حركه. لا لا في حركه صدق. والله صدق. يلا عطوا سبيكر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، محسن السبيعي. محسن. بيب بيب بيو. محسن السبيعي شخص اثبت نفسه في 80 يوم. الله يوفقه ويسر امره. الله يوفقك ويسر. الصل يا مرحبا. الحين يا مرحبا يا دهر قلبي وين اجعله. يا بك ارحب يا صليفه. ولا ارحب صليفه. يا لب روحك الله يسعدك. لب قلبك. ها سر سر. تسلم يا حبيبي. تحدث يا محسن عن فؤاد. فؤاد، فؤاد بن عبد الله قبل كل شيء. الله يرحم اثنين انجبوه. الله الله يطول عمره. والله نسهتك. المرجله والشنار والصوت الزين والفزعه ويحب اخوياه في مواجهه. لا ما دام دخل فيها بخشيش. النفاق والبلبل. اما انا بتكلم عن اثنين في البرنامج. تسلم. اللي انا ما شاء الله تبارك الرحمن عليهم ما شاء الله، اللي هو متعب الرقعان وعبد الله العلياني، اشخاص متعاونين، اشخاص محترمين الشاشه. انا اتوقع انه يعجز الكلام عن وصف عن وصف اثنين ذولي. الله يرضى عليك ونسريم حتى يغمى عليك. نحبك صراحه. الله يطول في عمرك ويجعلك مقدم هنا حتى تملك القناه هذه كامله ان شاء الله. الله يطول عمرك. الله عن اذنك انس بروح باجي. غير مسموح لك يا فؤاد يا متعب تروح بقلبي معك. خلي قلبي يروح يا رجل. روح قلبي انا معك. ابدا احكي. يلا بروح. اتمنى ذلك. والله عتب مع الباب بس انت عشان ما تقول ابوك انس ظلم فؤاد. دي لا خله خله انا دي بعد. لا لا خله طيب. ابغى ليه بس اذا انت تختفى عن ناظري. طيب اوكي خصم. طيب يا حاتم فؤاد عبد الله خصم 1000 نقطة. شفت الألف اعطاها جده؟ والله لا جدك يدق وما تصير يدق. قول تختفي ليه؟ لوح اذا مش تحقها بكيف على الاغلب مش تحق شيء. طيب انا رايح وعود بس. لا يعني ماني برايح ورايح. اخوياك يجون تروح تقول يا محسن. اي والله شو اقول بدل لبس العائله. ليش امون
انا صرت ما اتحمل كاين قدامك. توك كشفت بعد 80 يوم؟ ما ادري احس كذا بديت؟ بس مهما كان هذا والله اني عذر مشانك محروم من فاس الجمهور. فانا اعذرك هذا يقدر تستس الله ابو فيجي كم مهاب مهاب يا جد جد الله يجعلني فداء ما طاك تكفى يا جد كلم جد شو تدري تستس صلوا صلوا شو اسمه الوتر اخر الليل مرفوع ايديكم فوق تستس صدرنا ندعو على مهاب ادعوا عليه ارفعوا ايديكم فوق افلموا فيه تكفو ها اللي تستس صدرنا يلا 47 والله يا ولد ما ودي يعني حبيبي قصتك صارت قديمة وتعرفها لا غنى حبيبي قصتك صارت قديمة وجنات منا هذا نو عينك هنا أنت لا حاطه الموضوع لا لا عاطه لا هذا وين ولد هناك وين يا توكلنا على الله يا حبيبي ناخذ اتصال محسن ناخذ اتصال الو السلام عليكم يا حياه وعليكم السلام يا هلا وسهلا يا حياه هلا فيك نصيحه توجهها للمتسابقين اللي في مطبخ معي اليوم نصيحه لا يغيبون عن البث ايوه ويحافظون على نقاطهم ويبعدون عن الخصومات تمام عندي انتقاد بسيط سمي يا حياه سم الله عادي وسا الفهد القحطاني وصار يغيب كثير عن البث ولا يتواجد عن البث أقل شيء نص ساعة ربع ساعة ويختفي إيه؟ فغياب هذا ملاحظ عليه يبعد عن الخصم أحسن إنه يطلع برايم أو شيء والله يوفقهم أساسا ما بقي شيء إيه على البرنامج الله يوفقهم يا رب اللهم آمين ويجزاك خير يا حياة طيب حياة نقاطك تديرها لمن يا حياة أبي 200 200 نقطة تم لمن؟ 100 لمكعب رجعان أيوة و50 لعبد الله العلياني و50 لفهد القحطاني فهد القحطاني ترى ما هو معي في المطبخ اليوم يا حياة كل 100 تذكر لعبد الله العلياني 100 لعبد الله العلياني و100 لمتعب الرجعان إيه يستاهلون شكرا لك يا حياة نعم يعطيك العافية يا حياة ما حتى بتروح حبيبي قصتك صارت قديمة إيمة ودورك ما تفي مسرح زماني ودورك ما تفي مسرح زماني أنا وياك محط هاي طفشنا متى طفشنا فؤاد طفشنا يا واد كرهتكم أنا أحس أحيانا أكرهكم وأرجع أحبكم أكرهكم وأرجع أحبكم والله ما أدري إيش بلا يما أنا مريض ولا أنتم ما أدري تعرف شايب ذاك يقولك ذي؟ لا ما أعرف. وش شخص أنا؟ عقب يا راس. مرة ما تعرف. أنس. لحظة إدراك جاتني. ها. آخر يوم لنا في المطبخ من غير شر. متى؟ أحنا. لا أسبوع جاي كامل موجود معه. والله. نعم. هلا. أسبوع جاي. اخذت ان شاء الله يوم الربوع القادم بمشيئة طيب المسابقين اللي بيجون الحين اللي قد طلعوا اللي بيجون بيكون لهم دور في المطبخ انا صدقني ببكي تبكي ليه لان اخر يوم لكم اننا في المطبخ الاسبوع الجاي اخر فقره تختمون معها فقره الهنوم لا بس اقصد مثلا هذا يومي بيكون يوم ايش ما ادري فهمت علي ايه شوف الله اكبر يعني تبكي على الفقره ولا على انس بيقعد ليل السيد النهائي ابكي عليه السيد النهائي يعني كذا تبكي على الفقره ما بعلى والله ما بكل على الغالي الغالي الفقره غاليه راعيها غالي والفقره راعيها غالي راعيها بيقعد معك الستيج يبكي بالستيج جمع دموعك كلها وابكي على الفقرات كامله عند بالستيج النهائي تعلم فؤاد عادي انا عني مجهز ايش مجهز الحين الفقرات ايش خلصتها الفقرات اللي خلصتها محمد مسردي ايه ركل جمهور اليوم يمكن اهلا اليوم ايه لا محمد مسردي بيختم الاسبوع ذا معكم والله بيجي هو يقول بيجي على الستيج ما ختم من الفقرات شي الحين
ما ختمت. بيجي لي على الستيج هو محمد مسردي. ايه الايام مشت بسرعه الايام يا رب. والله الايام مشت بسرعه قالت كذيب. والله مش الايام بسرعه. اسبوع نهائي. اذكر اول ما دخلت. ايه محسن 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 الاسبوع اللي فات يقول طيب. يا رجال ابغى اخلص ما عاد من قلت يا ترى الاحساس بيجيك قبلها كذا اخر اسبوع. انا يقول يوهو يا ليا. طيب سالفتي انا اسولف مع الرجال. سالفتك وجهك ملكك ركم انت عام في يدك. اصبر اسلم انت بترقد روح ارقد مسموح من عندي. والنقاط النقاط اللي تجي تعب رقعان عطها فؤاد كلها. لا والله لا والله على اللي بيتصل علي يهب متعب معي. اي والله هو محسن محسن اول اول عبد الله. اول ما دخلنا العيال اسمع اول ما دخلنا البرنامج والله اني اتذكر اول اسبوعين ما دخلت مطبخ تدري اي نعم اذكر امانه والله اي والله اول اسبوعين ايش ما دخلت مطبخ ما جيت مطبخ اول اسبوعين ما دخلت مطبخ كانت قرعه كنا 25 واحد يحط من ويخلي من يسر علي يا مغيث يوه ما عمري اخترعت يوم ايش اسمه ايش اخترعت؟ اخترعت حاجه جديده يوم طاح متعب اذا قربت سيف الهادري اعلمهم الموقف خلني اعلم وش طح؟ عادي انا سيوم تاسع امورك طيبه الحين انت صح؟ لا ما ابغى احسن 47 طاح راح المهم متعب كنا نلعب الاكياس هذيك الاكياس اللي نركب ونمر الخيشه الخيشه ويجي متعب بالخيشه بالخيشه ويجيك توس 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 وبالاخير حول ضرب صدره على الصبه زي كذا ضرب صدره على الصبه ذيك اللي هناك وراسه انا اتخيل انا اسعى هم طلعوا فاصل انا اسعى ارفع راس متعب لفمه مليان تراب كذا حشو ولد محشي فمه تراب حشو فواد ترى عادي هذا ما في علم حشو مداهره ضربه حشو مره ضربه ضربه ما فيها محشي فمه تراب ذيك ذيك دي ترى دقه يا متعب والله ما حشو لا لا من الضربه ها يا خالي محسن بعد المهم ونجي اشله تدري كم اللي شله معه في السياره اللي معه في السياره بغوا يقتلوني ما عطوه هواء الرجال اغمى عليه كم اللي معه في السياره تسعه كم تسعه والسياره اللي ترى جاهيه ذولي تدري من اللي كان يسوق اللي كان يسوق عبد الله عبد الرحمن ما كان يعرف الخط طبعا يلا يمشي عرجول يسوق يا ولد ما كان يعرف الخط كلنا كذا مركبين فوق بعض كذا متعاشرين اللي جالس عند الدعسات الله يكرم حقت رجلين واللي جالس يطلع راسه مع قزاز فهمت اللي السياره ضربت ومتعب كذا فوقنا على خشمي ويجي يا طول عمر السلام عاين في عبد الله عبد الرحمن يا ولد في هنا حفره حفريات الله لا في حفريات هنا الحفريات هذه بعدها على طول تنزلك في الوادي تطيح في الوادي هذا شو هذا شو صح تمام يا حبيبي جاء عبد الله عبد الرحمن يخش ابنه في الحفريه ونزله وركب السوق على المستشفى الله الله وكان كم مسافه الفقره عندك ابو هذا الله الله لبسي وركب طيب لا يدروا اعتبرني انا طيب الجمهور ما يدري ايه ونركبك يا ابو رقعان انت ما كنت تدري اصلا صح حلو ايه وندزبك كلنا متعب متعب كلنا كذا متعب متعب انا امشي الصدق بالسياره سرعه جنونيه الصدق انا مشيت ممشى انت اللي نذكره منك انك تسوي زي كذا ماسك يد بهذا قحطاني وتضغطها كذا والعيال يقولون متعب يقول هد قلت ايش دراك ابن يقول هد وانت تقول كذا تضغط ايده ونجي عند المستشفى وننزلك يا الله يا الله يا الله يا الله لين صحيت قلنا ذا الحين ايش العلم فهد ما لي قلنا ذا الحين ايش العلم اعطوك حق الرقبه ذاك هو بعد معك صح ابولك حق الرقبه ذاك واعطوك ايش اسمه محسن ترقت ايش ها محسن محسن رقت محسن رقت ليه سالفه ترقت انا العد برقد اليوم سبع اللي بها سالفه تجيب انه ها سالفه تجيب انه كلها كذب اعرفها تكفى يا فؤاد والله انا صدق طيب اسمعني قولها قولها العد مرقد تكفى عشان ارقد سولف سولف
يا مسلمين الله يسامحكم ترانا مسلمين حسوا بنا قبل انتباخر مثل طيب المبخرة الله يسامح من جعلني في موادعك استهين اللي يقول ايش الوقت ما يا قب على فرق مرة يا شو اسمك يا مخرج اللي عند الصوت مالك ما تهب لي صدى ولا عشان صوتي ما بدي صوت فؤاد بدري بدري مسلمين الله يسامحكم عطني صدى مع الرجال ما لك طلب من فؤاد ما هو من الجمهور ما هو من الجمهور ما هو من عط صدى خلنا من ذا من فؤاد أبوك يا أخي عادي ما أعطاني صدى تقول الأماكن كلها أبوك يا مخرج أعطني صدى يا مخرج أنا وشل لك شعار رجل ما تعطي صدى أعطي صدى رجلك في الإدارة أويوه يلا بالله خلي يقول يا مسلمين الله يسامحكم ترى الأماكن كلها إيه اشتاق لك بس خلي أعطيني صدى شخص له ذي ولو كيف يعني يا مخرج الله يهينك عطى الو شوف يعطيني ولا يعطيك مخرج حبيبي عندنا يكون ميوت صدق لا ما هو ميوت الو يلا يا مخرج الو بسرعه يلا بسرعه الو قبل لا يجي ايه هو ما يقدر يظن يعطينا صدى ايه جاك 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 جاني صدى ندبو يلا يلا خلينا نغني الاماكن يلا الاماكن كلها مشتاقه لك والعيون اللي الرسم فيها خيالك والحنين اللي سرى بروحي وجالك ما هو بس أنا حبيبي الأماكن كلها مشتاق لك مشتاق لك الله لا حبونا شيء لا حافظنا كله هذا بسرعه اللي غنيت عندي ما يقول تاكل خلينا نغنيها في البث هي شيء حماسيه يا ما ايش اسمها اي تكفى ايش اسمها تكفى بسرعه ها يقعد يقول اي تكفى 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 في الاخير ما يجيبها يقعد ساعه ان كان تبغى ولا نبدا من جديد فلا يقص الحديد الا الحديد والعود عودان وفي الموقف سديد والخصم ضله ذله وغلله ارضي ولا بعمره ما رضي يا لا 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 يا لا لا يا لا لا للرضي ولا بعمره ما رضي يا اخوي هبلنا الشاي اللي قلنا هذاك اليوم تكفى ارجوك وين احنا جالسين هنا؟ اي حماسيه لا لا جوا جوا تفضل عيوني الله أكبر على اللي سمح لي فراقه حالي فراقه حبه سباني ولي فرحة لا فقر فؤاد فقر فؤاد أقدر فؤاد ميوت أنا ما أقدر أنسى تكفى أحمد ميوت والله أحمد بيض الله وجهك ألو تعلمت لكن عقب شطه وشاي شين وأنا خايف إلا ضايع اللي تعلمته على الهون يا راعش ما تتراها دين ولا تمن الزفاج من تجعلك شمتا ارحب يا ابو هادي كيف يسوي اغرب غداك خلص حنا رحضي وخلص يلا متعب رح وش خيال البس انا ومتعب مدري ايش في واحد ارحب هلا وسهلا كم يا مسلم يا كم يا كم عادي اروح واعود اي رح اروح اي رح مع السلامه رح عادي اروح تصنع نفسي تصنع قبول
الحين 6 دقيقة انا الحين 6 دقيقة لا ما في حد يقبلني انا يا ربي لك الحمد القبول من الله مايك ميوت مايك ميوت 6 دقيقة هانهم وانتم منهم يا أنس ما فيه مثلك في القناة أنت غير وفقرتك والله غير هنهم فقرة شد الانتباه عندك أنت يصير تحديد شوف اللقطة وشو قبول صفر ها يا حليل يا اخي ما بصاحق اللي بشوك يا حسون خاب والله ايه هو لكيع ها بس قلبه طيب كم باقي يا ريجي ساجع اجري يا ريجي نودا كمسة نور روق ليش طايف اتحداك تخليه يعطيني ميوت يا عمري حياتي عطني صدى سبيكر الو بتشوف دلعي بيجي سبيكر وقهرك في نفسك الو احمد لا احمد لا يا احمد تخرب الهيبه تكفى اتفقنا احنا احمد تكفى لا تكفى سبيكر تكفى بس شوي الو ايه شوي وطفى على طول لا تش تسوي نفسه يلا. ما يملى عليك انت ها اص ولا اسمع كلمه اوكي اص انا اص اتحداك تقفل ميوت انت اتحداك عطه ميوت يا احمد لا ما بيعطيني ميوت شوف الو السلام عليكم مين الان مستمر بو يا ولد انا احترمك واقدرك الو اي احترمك يلا شفت كيف طيب يعني هذا بس وانا فصلت بكلمه خلاص عطى احمد عطى استاهل فوز احمد بيض الله وجهك شكرا يا احمد شكرا الله يرحم والديك والله اني احترمك طيب يلا استاهل يلا ها ايه نزل شوي شو صير كل ما زال زلزال الاجاوب في طوينا الجذيب العاوي وانت لي حاجة عندك ولا تاخذ ثمنها ولا تدي والموت اقسم بالله يا انس انه يقول القبول صفر ميدي انا واثق من نفسي الحمد لله يا رب ان الله يعطينا الثقة في انفسنا حتى لو اني شريك الله يعطيك عقل والثقة ان شاء الله موجود يعطيك عقل بيض الله وجهك يا ابو رقعه وجهي شي طبخ ولد ايش الشيء ذي يا ولد ما تخاف الله انت يا غرى والله غرى سرج طاح وجه الله عليك انت رحت انشدناك احترق روح انشدناك حزخب والله يحترق روح انشدناك تاكل انا لا ما نبي احنا يا متعب عيوني ما نبي فكر امر فاضل روح ودي المساله لا عيال يا اخي انا تعبت نفسيا ناصر شو البساد ناصر لا من ضقت ولا جاني شيء ولا شيء مزها ملنت يا ناصر الصل احتزم ودندل وعبد الله يا نوم عيني ايش توي تعال ابواك في هرجيت الراس ابواك في كلمات راس دندل وين شان يا الله يجعلني فدوه اوح والله اللي ونعم في ذمتي لين يا لا اله الا الله يلا يا ربي يلا عطى صحون محيس يلا والله ان شاء الله تقول شكرا ها ان شاء الله تقول شكرا عبد الله طفيت عليه ولا بدون ما طفي يلا عطى صحون مثل طيب المبخره عطى صحون يلا يا ربي يلا ما غير هاليوم يوم يا الربع ما شاء الله
انس تسمح لي؟ لا والله ما لي حق اتعدى عليك. سمي لكن لم يميانا ان شاء الله. سم ابغى المخرج يشوف هنا اهو. يلا عطوا متى عطوا مجال يعطيهم الكاميرا لكم. قول كذي قول كذي هني هني يا مخرج. اسحب اسحب عطوه عطوه. لا جاي شوف المخرج شوي شوي يا ايه طلعوا له برا. ايوه ما شاء الله ما شاء الله طبخ هنا. لا 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 تسق امه. عاد فليت امه ساعدتك مره مرتين ما عاد الطبخه بتستولي عليها فول هو ما لا اذا كان صاحبك سلت العشاء كله. صح كلام صحيح والله يا محيسن خبي قدام عاقل رجال تخاف الله. تعرف اشجار تعرف اشجار فين هو؟ ها ما حق منطق عندنا ما حق منطق عندنا متعب. يقول انا طابخ هذا وعبد الله يقول لا انا فتخانة فتخانة او خلاص فك الزيت الفك فك فك الحين. ايوه تعبوا والله كلهم عسى الله يعيننا وياك. يا ايدي هذا الموجد. لا لا يلا يا ابو يلا الزبده هذا اللي كلمك بنور الدنيا. عبد الله مايك ميوت. تعال 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 عبد الله عبد الله تعال يلا حطه في راسي. عبد الله سعيد ابو محمد ونعم طب اسمعك المره اي 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 شنو انت كذا تشده. عبد الله ومحسن عطوا مجال للكاميرا فوقكم. مثل طيب المبخرة. يلا حط 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 قدر هناك. اصبر يا مخرج خلينا نحول القدم. تخيل صور بيديك ورجلك. حط القدم هناك من عيوني. تسلم عيوني. يا لا لا يا لا 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 يا لا لا لي يا لا لا ما شاء الله. انا سحبت ربع بيبسي ما جاء. والله العظيم اني قايل بس ما جاء. حسبي الله ونعم الوكيل. شو يسوي يعني؟ حبيبي عندي شو؟ يونس سلام. ممكن تمسك هيك؟ امسك هيك. عشان حار الدنيا عشان حار. انهم يلوموني. لبى الله كبدك يا نوستي. كبدك؟ دقيقة. كله 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 كله. حظبطك. كله 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 كله. ايش تحط الفلفل لها انت؟ ودي اعرفه. لا ديكور ديكور بس ديكور. ديكور ديكور. يا يمه. تجي لفوق هذا طلع ذا لفوق طلع خلص صح؟ اي هذا لهم. ها هذا الرشة. شغل مايك رايد. شوف شغل مايك رايد. انا افتح مطعم وخلف جهاز تجي تفتح. رايد مايك يقولون لانه لازم شارك في المطعم. شغلته ما اشتغل. شغل يا ولد. جالس اقول لك افتح مطعم. يقول ما اشتغل. ايوه خلاص مايك. انا جالس اقول بفتح مطعم يبغاك تحمس لي تسوق ما انت. عبد الله ابي النصيحه عند ثالث. رايد ابو سنادح حيل اصلع افتح مايكك. ايش دخلنا في الطابق اليوم؟ ايش تبغى؟ سلامات في الطابق. فرنا ايش؟ فيك؟ الفكره اليوم ايش؟ ما اطبخ. تقول الو ايش تبغى اسوي عند الفرن انا؟ ايش ترى مالك رايد؟ ايه عبد الله سعيد ابي النصيحة ثالث. حتى الواحد يطبخ ما يخلونه في حاله. هات الدجاج هات يا فرد. انت من؟ مقدم ما ادري شو. ها انا اشتغل معك. الحمد ربك والله ما تلقاه اروح اخذ الدجاج. خلاص روح اخذه. امشي ها اي خير. تحت الهواء بس الحين بنحترم الشارع. اخسر متعب الرقعه. مالك؟ وسوس راح يصير. ايش مالك؟ اقول رايد كذا. اقول رايد. محسن. شغل مالك رايد. ماله يصيب كو حلو كبسه صدق هو يصدق راح داخل راسي تكون راس خلاص يا متعب ما يبيها ترى رز وكبه في الصحن يا يما ابغى عشان يا اخوي عشان ايش؟ نعطي ابو ماجد وشبابي بقى يبون يودوا صحن لهم داخل ما حطيت هناك ليه؟ عبد الله سعيد باقي عندك رز؟ لا امانه اي باقي شوي تمر بيه. طيب كيف نحط صحن ثالث يا اخي؟ حط صحن ثالث كيف تحط صحن ثالث؟ جيب صحن حط فيه الرز هذا الصحن الثالث. طيب يعني ايش يبغى تحلو القدس ولا وش؟ الحمد لله والشكر. هات من عندك هات من عندك رز هات من عندك رز باقي دجاج يعني سرع جيبوا لنا عشاء. ود ود له ود له هات من عندك رز خلاص ابو ماجد اللي في الاعداد انتوا حاتم يلا جحدوها كبس هذه ترى ما بتجيكم لله ابونا عطى عطى صح عندك عطريا خلاص بس عطى صح هنا عطى عبد الله عبود فتح كان خليت الرز عصيد بدال كذا احسن. اي كان والله الله تجريش. يعني لازم لو يوم تكون احسن مني. انت اللي دايم احسن مني. انا اتعلم منك يا ابو رقعه. سيد ابو تحرجني.
دزها بس. ترى الله يخليني لك. آمين. آمين. غداك خلص؟ يلا ودي عند الحيشة. نسيت الكوشنة. يلا أكبر الكشب تغير شيء يعني. تكفوك. يلا. أودي ذا عند محيشن. يلا مقدم يشتغل معكم يلا. والله ما تلقونا. أجحدوها. الله يهب. سرع بالله يا متعب سرع بقية ما خلص. سرع يا متعب. سفرة ما فيه. لا بمكيف يرجع. احمد جيب الكاميرا هنا ولا اجلس هنا ولا كيف؟ هاي طبخة عبد الله العلياني ومحسن السبيعي. ايوه استريح استريح استريح. حلو؟ هات طبختك يا متعب. الطبخة الثانية جاية في الطريق. يلا ان شاء الله مندي عبد الله شو اسمه مندي ايش؟ يمكن اسميه مندي بسميه مندي عبيد كذا تقريبا. ايه حط الصحن هنا خلي الكاميرا تجيبها ابو رقعان على هاشمي على هالشحم. الصحن الثاني هذا عصير كبسه متعب الرقعان وفؤاد عبد الله وبالصح بالحقيقة الحق متعب الرقعان حاله عبد الله متعب فؤاد ما سوى شيء. طيب بسم الله عشان نختم نقيم اصحى وديك لا الحين الحين وين اما بالنسبه للربع والله العظيم ينقلها زينه اي أيوة والله والشباب ما قصروا حضروا الفقره في وقتها وعقلتهم شالوا الليله سوالف هنا احنا وياهم وضحك استانسنا احنا وياهم والجمهور استانس الله يطول اعمارهم ان شاء الله مشبوس العموم فايز معي فقط هنهم اليوم لكل واحد منهم 600 نقطة فوقها لكل واحد منهم من التاق 100 نقطة بيض الله وجهك ابو عبد يستاهلون عسى ربي يبيض وجيههم ويجمل حالهم نلتقي بكم غدا ان شاء الله يوم الاربعاء في فقرة هنهم نفس الوقت نفس الميعاد مع شباب ان شاء الله جديدين اربعة الى اللقاء هنهم وانتم منهم يا انس ما فيه مثلك في القناة انت غير وفقرتك والله غير انهم فقرة تشد الانتباه عندك انت يصير تحديد المصير انهم 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 بالنقاط وكل واحد واخوياه الفريق الاول يرد الاخير والمراجل نجم عالي في سماه الكثير